صباح الهمة والنشاط في آخر فقرة معانا النهاردة في صباح. قلنا سمعنا في اليومين اللي فاتوا تفاصيل وأرقام كتير خلال إعلان نتائج تعداد سكان مصر في 2017. أرقام كانت كبيرة بتستحق التحليل والحوار، لكن بيفضل حاجة أهم من ده كله، المجهود. كان في فريق عمل كبير جدا علشان يقدر يعمل المجهود ده، وإزاي بيتم إعداد الخطة اللي ينزلوا يقدروا يوصلوا للأرقام اللي هم وصلوا لها دي. معانا حوالين كل الموضوع ده أستاذ عبد الحميد شرف الدين، المشرف العام لتعداد السكان بجهاز التعبئة والإحصاء. يسعد صباحك يا فندم. صباح الخير عليكم. وعلى صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. أكيد أكيد ناس كتيرة جدا من اللي بيشوفونا النهاردة عايزين يعرفوا ما وراء التعداد. صحيح، احنا بنتكلم على 40,000 شاب، بنتكلم على شغل ميداني 7 شهور في اجواء مختلفه، امطار وحر وغيره واماكن، ومصر طبعا بمسح شامل كده لمصر كلها. احكي لنا ما وراء التعداد. طيب الحمد لله ان احنا انجزنا، يعني يوم 30/9 كان يوم ده اعلان النتائج ده اللي قلنا فيه النتائج الرئيسيه واهم المؤشرات للمجتمع بحضور فخامه رئيس الجمهوريه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. لكن هذا اليوم وراءه عمل طويل جدا، مش هنقول 7 شهور، لكن وراءه فترة عمل استمرت 4 سنوات من 2013 من 2013 إلى 31/7/2017 استمر عشان ندخل العمل. عملنا تجارب كتير جدا عشان نتأكد من سلامة وصلاحية الإجراءات دي، خدت فترة طويلة. لكن دخلنا في الجد بقى، ساعة الجد، العمل الفعلي بقى للتعداد الفعلي لو مش تجارب، ده ابتداء من شهر يناير 2017 إلى 31/7. حضرتك تعرفوا تعلموا شهر واحد، وطبعا شدة البرد والمطر في على مستوى اللي بيشتغل في الصعيد واللي بيشتغل في مطروح، كل على تغطية شاملة لمستوى الجمهورية، كان الناس بيواجهوا طبعا جو صعب جدا. أكيد. ودخلنا كمان حتى بعد كده دخلنا في أوقات العمل الصيف، يعني فكان اللي بيشتغل في أسوان وبيشتغل في مطر شديدة الحرارة، توصل درجة الحرارة فيها إلى يعني بتعدل 45 و46 اللي شفناها كلها. ده كان كل أبنائنا اللي بنوجه لهم كل الشكر، اللي هم تعبوا اكثر من 40,000 واحد في العمل الميداني، منظومه متكامله من العمل اللي هم خلونا نقعد يوم 30/9 ونقول نتائج للمجتمع ونقول اهم المؤشرات. طبعا التعداد ده نقله نوعيه، بمعنى كلمه نقله نوعيه للدوله، لانه اول تعداد الكتروني يتم في مصر وعلى مستوى الشرق الاوسط وعلى مستوى العالم. تقريبا رابع دوله احنا عملنا تعداد الكتروني بالحجم اللي هو يعني حضرتك اللي شفتوه، اللي هو 94.8 مليون مصري او نسمه، يعني بالاضافه الى 16 مليون مبنى، مبنى 43 مليون وحده، 6.1 مليون منشاه. دي اعمال تم حصرها في خلال الفتره جداً. دي اعمال دقيقه جدا واحتاجت مجهود، وكان الحمد لله كان قرار استخدام التابلت. الحمد لله برغم احنا كنا خايفين ومتخوفين اول مره نجربه، لكن الحمد لله وصلنا لمرحله ان احنا نقدر نقول النتائج بتاعتنا بعد شهرين من اعلان العمل الميداني، ودي الطفره الكبيره جدا اللي احنا يعني شفناها. ويقدر النهارده متخذ القرار، وحضرتك لما اشوف لو هنتكلم على الارقام دلوقتي واهميه الارقام وكيفيه تحليل الارقام دي، والارقام لسه طالعه، لسه يعني مخلصين ميدان 31/7 شهرين، فالرقم لسه جديد وحديث، فيساعد النهارده متخذ القرار ان لما ياخد قرار ياخد على قرار يعني جديد وحديث، وتقدر الناس يعني الدوله والوزارات والمتخصصين يقدروا يحللوا ويوصلوا الى حل لبعض الظواهر اللي احنا عايزين نشوف الدوله تبص عليها. طب استاذ عبد الحميد، عايزين نرجع لموضوع التابلت، بس يعني ندمجه في سؤال تاني اللي هو خرائط الجي اي اس. ايه هي خرائط الجي اي اس؟ وقد ايه كان حجم الاعتماد عليها وحجم دقتها؟ احنا حضرتك المشروع الخرائط ده احنا ما كناش نقدر نشتغل بالتابلت لو ما كانش عندنا قاعده بيانات كامله للخرائط الجغرافيه. لان احنا اشتغلنا في موضوع الخرائط اللي هي جي اي اس ديت ابتداء من 2013 حتى نهايه 2016. وهي احنا كان التخطيط بتاعنا، لان العمل بالنظام الورقي والاسكانر، فكنا بنعمل خرائط اسمها خرائط ورقيه، يعني تتقرأ على الكمبيوتر، لكن مش خرائط ديجيتال انك انت عندك امكانيه تعدلي عليها على الخريطه نفسها وانت في الميدان. فاشتغلنا فيها خدت مجهود جامد جدا، اشتغل عندنا اكثر من 2000 واحد مشتغل لمده 3 سنوات، كانوا بياخدوا الخرائط من احنا كان عندنا جزء معمول لبعض المناطق الحضريه، لكن خدوا جزء من الصلايب من الخرائط من الاقمار الصناعيه، ونزلوا الميدان مروا على كل المباني بالكامل
وشافوا وعملوا رسم وطبقوا الخرائط الجغرافيه اللي جايه من القمر الصناعي مع الواقع وحددوا المباني كلها قبل ما ننزل. احنا كنا نازلين ميدان وكان متحدد عندنا مناطق العمل، كانت 31500 منطقه عمل، وكل شارع كان متحدد بالمعالم بتاعته، ده شارع ايه والمعالم بتاعته ايه على نصيته ايه والمباني اللي موجوده هنا ايه. فكل دي قاعده تمت في خلال 3 سنوات من خلال مجموعه عمل كبيره جدا اللي ساعدتنا ان احنا من 1 يناير 2017 بندخل ننزل نعمل مسح بقى للمباني ومكوناتها بقى من جوه والسكان وخصائصهم والمنشآت وخصائصها، لان احنا كنا رايحين المكان وعارفين الخريطه كده، ده البيت رقم 1 ده 2 ده 3، فكان عمل كبير جدا. بس الارقام الخاصه بالمنشآت في ارقام صادمه جدا، احنا بنتكلم على حوالي 9 مليون او 10 مليون وحده سكنيه مغلقه محدش ساكن فيها او حد بيستغلها، ففي ارقام كتيره هسال حضرتك عنها وتحليل. لكن السؤال برضو اللي بيتسأل دلوقتي ما بعد للتعداد، لانه الرئيس وجه بتشكيل لجنه من الجامعه او من الجامعات المصريه والحكومه عشان تحلل وتدرس البيانات. الارقام لوحدها ملهاش معنى، الرقم ليه معنى لما يتحلل ولما يتحط كده قدام صانع القرار ويبتدي ياخد قرار. ايه ما بعد التعداد؟ حضرتك بترجع التعداد بيرجع اهميته انه بيتعمل كل 10 سنين، وكل 10 سنين ابتداء من يوم 30/9 يعني على طول يوم 1/10 تبدا تشتغل على البيانات دي لمده طويله جدا لغايه التعداد القادم 2027. فابتداء من اليوم وامس وزي ما وجه سياده الرئيس، احنا كل رقم من الارقام دي كلها بيطلع عليه تحليل، سواء رقم المباني، الوحدات، الحيازه، الايجار القديم، الجديد، الوحدات الخاليه، كل خصائص السكان، زياده السكانيه وجايه منين، وايه المناطق اللي هي يعني اللي فيها انتاج سكاني يعني عالي، وخصائص السكان دول من ناحيه تعليميه ومن ناحيه الزواجيه ومن ناحيه التسرب من التعليم واستخدام النت والصعوبات والاعاقه. الارقام الكبيره دي كلها احنا بنبدا بقى من الان التحليل. ويعني بنشكر فخامه الرئيس انه يعني وجه بتشكيل لجنه عليا للاستفاده وتحليل الارقام دي كلها. تيجي كل وزاره مثلا وزاره الاسكان لها جزء جدا نصيب الاكبر في المباني، انواع المباني الساكنه والمغلقه والوحدات المغلقه، وهنحلل بقى نشوف ايه المباني الخاليه ديت. هل المباني الخاليه دي مباني تم انشائها جديده وبقت خاليه؟ فبالتالي نقدر نوجه الاستثمار بتاعنا لمشروع تاني مثلا زي تحسين الصرف الصحي في القرى مثلا، او يبدا اعاده النظر في الخطه وفي الموازنه، ويبقى في اولويات للاستخدام بناء على الارقام اللي هي موجوده ديت. يعني وزاره الصحة تبدأ تشتغل على الصعوبات وأماكن تمركزها فين مثلا وأنواع الصعوبات دي كلها إيه. وزارة التربية والتعليم عندها يعني برضو جهد كبير لازم يتعمل من الآن، أو المسؤولين عن محو الأمية لما يكون عندنا تسرب من التعليم حوالي 6 مليون تسربوا من المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية. الحمد لله تسرب، لكن إحنا يعني جاي في الفئة الأعمار الصغيرة اللي هو مثلا من واحد من سن 10 سنين لغايه 30 سنه، محتاجين الفئه دي نركز شوية عليها، ان ليه ما تلتحقش بالتعليم وليه تتسرب من التعليم. واحنا دايما نقول ان احنا عندنا عفوا عندنا تغطيه شامله للتعليم، ان كله يبقى تعليم الزامي. معنى التعليم الزامي انه يعاقب من لم يلتحق بالتعليم. صحيح. نطبق الامور دي كلها. لما نتكلم على الحالة الزواجية ونقول عندنا سن الزواج الرسمي 18 سنة فيما فوق، ونلاقي عندنا حالات ما ده كان من الأسئلة ومن القضايا المهمة اللي طرحت ساعة المؤتمر كمان. صحيح. اكتشاف حالات الزواج المبكر وزواج البنات 12 سنة أكيد كان صعب جدا إن أنتوا تقدروا توصلوا الأرقام الدقيقة، أكيد كان الناس بتخبي. صحيح. لأن ده غير قانوني الزواج ده. طبعا يعني احنا عندنا يعني رصدنا حوالي 118 ألف حالة حالة زواجية بين عقد قران وبين متزوج ومطلق وأرمل، أقل يعني بينهم يعني النسبة الكبيرة جاية في 17 سنة و16. كل ما نزل للسن كل ما النسبة بتقل، لكن الظاهرة موجودة 12 و13 موجودة. فإزاي برضو ديت تواجه وإزاي يطبق القانون وإزاي نشوف الخلل جاي منين؟ طبعا الاسر دي معظمها ما بتعلنش عن الامر ده، لكن احنا الميزه عندنا البحثين بتاعنا متدربين، والبحثين بنجيبهم من نفس الاماكن العمل. يعني مثلا لو من قريه معينه فهو بيبقى حتى الاسره خبت، هو عارف ان دي في بنت صغيره تزوجت، ولد صغير تزوج، هو من اهل الحي. من اهل الحي. فبتبقى يعني ميزه حضرتك مثلا زي موضوع الاعاقه والصعوبات، معظم الاسر كلها بتحاول تداري ان عندها يعني طفل او حد معاق. كنا زمان نروح لك لا ما عندناش، فما كانش برضه بيبقى في الباحث متدرب ان الدوله عايزه تعرف علشان توفر مثلا فرصه عمل تتناسب مع الاعاقه، توفر له وسائل معينه في المواصلات، خدمات معينه. حضرتك هل ثقافه الناس اتغيرت؟ لانه دايما
المصريين عندهم الثقافه دي، اي حد جاي بيسال على حاجه اللي هي الشك والريبه، وانت جاي تسال على ايه، عندك كم بيت، عندك كم ولد، عندك كم جهاز. هل التجربه بقى في تعداد 2017 من خلال تفاعل الباحثين مع شرائح كتيره من المجتمع المصري، صحيح. الثقافه دي غابت، ثقافه الشك دايما في المسؤول اللي جاي يسال او في الحكومه او في غيره موجود طبعا. احنا كنا بنلاقيها بالذات حتى في بعض المدن اللي هي او المحافظات اللي هي الحدوديه، ناس مش عايز يعلن عن اسم زوجته والاولاد ولا حاجه، اعرافه يقول لك. لكن احنا كنا طبعا الباحثين بتوعنا كانوا متدربين، كانوا بالاضافه ان كان الحمله الاعلاميه كان له دور كبير جدا اللي تمت من خلال كل وسائل الاعلام المرئيه والمقروءه، بالاضافه كمان يعني الحدث الكبير ان وزاره فخامه رئيس الجمهوريه لنا يوم 19/4 كان لها دور ايجابي في ان الناس كلها تبقى مقتنعه. واحنا كنا الرساله بتاعتنا دايما بنقول للمجتمع كله ان احنا عندنا البيانات الفرديه سريه بحكم القانون. انا باخد البيان ده فردي اللي ممكن اي حد لو زار ولا جه تستخدمه، لكن بستخدمه في شكل مؤشرات، بقول المنطقه دي في القريه دي او القسم ده او المحافظه دي فيها نسبه قد ايه من الاميه، فيها نسبه قد ايه من التسرب، من التعليم، من المعاقين. بس لا يمكن القانون يحظر علينا ان ويعاقب بالحبس 6 شهور وغرامه كل من يعني يفضي او يفشي صحيح بيان صحيح فرد الحد، ان يقول الاسم ده حصل على كذا صحيح او الاسم ده عنده صحيح ايه او الشخص ده ممنوع. لكن نقدر اقول لك الشارع ده، القسم ده، المنطقه، الحي اللي احنا قاعدين فيه ده، نقدر نقول. فده الرسائل دي كلها وصلت للمجتمع، وفعلا يعني لقينا في نسبه الاستجابه الحمد لله كانت اكثر من 95%، فده شيء طبعا نسبه كبيره كويس جدا. ودايما الناس تعرف ان الاحصاء كلها على مستوى العالم، الاحصاء كلها بيستفيد منها او المستفيد منها مش الدوله، او المستفيد منها المواطن طبعا، حركات هيوفر له فرصه عمل لو ان عرفنا ان المنطقه اللي فيها ديت فيها يعني سكان قد ايه وخصائصهم ايه وتعليمهم ايه، يقدر نقدر نوفر محطه بنزين تتحط في المكان ده، نقدر نوفر او الدوله توفر يعني مستشفيات، تقدر توفر مدارس بدل الكثافه اللي شفناها، او مدارس تتعمل في مناطق لا تحتاج الى مدارس. فلا دايما البيانات هتخدم المواطن في الدرجه الاولى. بالظبط. طب استاذ عبد الحميد كمان عايزه اتطرق لموضوع تاني، يعني مصر دايما بتبقى حاضنه لكل الناس، فاحنا عندنا عدد من اللاجئين مثلا من اختلاف الدول العربيه الشقيقه طبعا اللي بلادهم فيها مشاكل. التعداد السكاني كمان كان من ضمنه في مثلا قائمه بعدد اللاجئين باختلاف جنسياتهم، كانت بيدور ازاي؟ لا طبعا احنا حصرنا كل الموجودين على ارض الدوله بالكلهم مصريين وغير مصريين. حضرتك تعرف حتى يعني اللاجئين من فوضيه اللاجئين كلهم اللاجئين او المسجلين في لجوء حوالي 200,000 لاجئ اللي هم مسجلين سواء من دول مختلفه مسجلين. لكن احنا الارقام كلها يعني قلنا تم حصر كل اللي موجودين على ارض الدوله يعني. تمام. الشباب اللي اشتغل مع حضراتكم اخيرا في دقيقه، استعنتوا بشباب وعملتوا مسابقه، وفي شباب كتير اشترك واتدرب، ولا كلهم كانوا هل في شباب اشتغل او في وظائف ليهم ولا دي حاجه مؤقته مسلمه؟ استعنا باكثر من 40,000 من خارج الجهاز كلهم من خارج المنظومه، لان الجهاز كله يعني العدد بتاعه كله في حدود ال 4 يعني 3000 موظف. احنا كنا بيشتغل عندنا اكثر من 40,000 في الميدان، بالاضافه يعني اعمال ثانيه استعنا بيها في داخل الجهاز يعني. كل دول كلهم كانوا شباب الخريجين، وتقريبا احنا كان عندنا مش عايز اقول لحضرتك احنا الميزانيه بتاعت التعداد كانت حوالي 800 مليون جنيه، اتصرف منها 500 مليون او اكثر من 500 مليون جنيه على الشباب اللي استعنا بهم من الخارج اللي هم اشتغلوا معانا الفتره من 1/1 الى 31/7. جميل. شكرا جزيلا استاذ عبد الحميد شرف الدين، المشرف العام لتعداد السكان بجهاز التعبئه والاحصاء، وقبل تعداد 2027 بقى كل 10 سنين ان شاء الله يا رب. احنا نتمنى فعلا ان كل اجهزة الدوله ممكن نقل يعني شويه ولا مش اكيد مش هنقل. لا ان شاء الله. لا المشكلات هي اللي تكون قلت. لا مع فعلا مع الاصرار اللي يعني سياده الرئيس ومع السيد كلهم ان شاء الله يكون في توجه لانخفاض عدد السكان باذن الله ان شاء الله. استاذ صباحك استاذ عبد الحميد اشكرك شكرا جزيلا. بشكرك محمد شوفكم. شكرا جزيلا، وان شاء الله نشوفكم بكره على خير. صباحكم كله خير وسعاده.